السلام عليكم مشاهدينا الكرام، احنا في السوق نتاع العيون غادي نشوفوا الحولي كي داير ونشوفوا الناس شنو كيشري وشنو واش كاين الرخا واش كاين الغلا. وعلى ما يبدو ان درت واحد النظره قبل ما نسجل الفيديو، كاين الحمد لله كاين الحولي موجود بزاف، وغادي نشوفوا الناس شنو كيقولوا في هذا الشيء. هذا حولي ديالي. بسم الله، من فولت لي هاد عاشورة وهاد الوقوف بعرفة غادي نديو هاد الحولي ان شاء الله. شحال الثمن؟ 180. ما شاء الله تبارك الله. والسوق كي كيبان؟ السوق راه 180. 180 قال لك. هادي راه في 120. السوق الحولي كي راه داير؟ شوية صوت خاص، صوت خاص كاين. كل ثمن من 200، من صراحة من 200 250. 200 كيدو الحولي مزيان؟ كاين اللي 400 550. لا كيبان لي الحولي اللي هي 200 مزيان شوية، ما على حسب يعني، ولكن تاع 400 ولا داك الشيء حولي تبارك الله. بصح اللي يقدر اللي يفهم يدي جوج 200 200 200، يديهم صغار 200 200 يربح، يعني عنده الدوبل. هو وحتى الحولي الصغار كتكون الكبده ديالو كتكون كبيره على الاخر. بنينه. ايوا الله يسخر الجميع ان شاء الله. وعواش مبروك اخويا، شكرا، الله يبارك فيك. هو ان شاء الله ان شاء الله مزيان. شحال عطاو كاش؟ 200. مازال خروف. نصور بن واعر هذا، ها؟ واعر والو، غير ما بغاش اللي على حساب نشوفوها. 200. الله يسخر الله يسخر الله يسخر. ها هم. هذا شحال طلب؟ عطيني 250 ودي. اودي بغينا غير تشري فرا، غير خصنا شي حاجه. هما صحاب الحولي ها هما، هي راه بغات شي حاجه قليله. شوف هذا 200 قل 10. هذا راه غير 200 قل 10. 200 قل 10. لا غير اللي ما بغاش يعيد ياك. هو اللي ما بغاش. كلشي يعيد ان شاء الله. كانوا تخلعوا الناس. علمي تخلعوا، راه كتعيد واعر. لا كانوا تخلعوا قبل، ولكن الحمد لله كاين. راه كاين حتى ب 100. هو سقلب لها هي 100. الدعوة ما كايناش، قال لي واعرة كاين الخروف الصغير. قال كاين حتى 100 كاين، بغيتي تعيدي. إيوا واش غادي دير؟ المهم كاين. وهذا هذا الخروف شحال راك دير له على شريف؟ هذا راه في 165. 165. شحال طلبت حاس؟ 260. عطاو لي 260. نصوروا بعدا. شحال شريتي الحاجه؟ قولي لها الحاجه. شحال شريتي؟ كتبيعوا شحال؟ 170. عطاني انت شحال طالبه؟ نقول 200. ايوا الى كتب الى كتب ان شاء الله. راه ديالك هذا؟ ديالي جايبته من داري. من دار. واه واه. الزرع والفورة. واه الزرع والفورة، هو يستاهل. شحال شحال يا راجل؟ مزيانة وتجي. شحال سوا قال؟ سوا 210. شحال سوا هذا؟ مازال ما عطانا. شحال تعطانا؟ شحال راك تقول؟ 220. 220. مازال ما عطاو له والو عاد. شحال سوا هذا؟ 170. هذا الشريط 165. كدير بعيد الحولي اليوم كده.
100 وشحال قلت لي؟ 375 65 ولكن ما شاء الله حاولي اللي بغى يعيد يا زين اللي بغى يعيد ما مروخ زيك غير وكرا داير السوق بعدا هو السوق هو الخطرة يطلع صباح كان ذا 100 راه يطلع شوية داك الشيء على حساب يعني كل خطرة سوق الفايت كان غلا شوية يمتى لا غادي الناس مازال ما شراوش مازال ما شراوش واقع مع الواحد يقول ضروه كضروه وا داكشي اللي كيديروا ايوا تبارك الله الله يسخر لك تبلو شي حاجه اللي توصلوا ان شاء الله فيهم انا هما هذا هادو خرفان صغار خروفات هادو خروفات وهذا خروف هذا خروف وهذا شاك 90 دير بحال هذاك اللي عندي شحال هاد البركه شحال راه 200 200 صافي دينا هذا راه انا مشينا الله حيده بغات الحولي بغات الحولي علاش شحال سوات هادي 110 110 بصح تبارك الله وهاد البركه 340 ولا عاد صغير تاع غير وحده وهذا لا لا هما نعرفين ما نعرفش الاخر البيع ديالو يقول لا كاين يقول لك رباعيات اللي يقول ما عرفناش انا تاع غير وحده وهذا اللي عليه وكي داير السوق هذا الصباح كي كان السوق شويه رخاص شويه كل واحد كيفاش اللي باع راه باين باين البيع والشريه نتاع لا ولكن كيكون الثمن كيقول لك راه اليوم في السوق ما طلعش على واللي يشري لها يجي للغلا واللي يبيع عاود يقول له الرخا والله حسن العون واللي كتبت له شي حاجه في التالي راه كيديها سواء الرخا ولا الغلا واش انت راك مع هذا؟ لا لا هذا راه يبيع الحولي ديالو ايوا يبيع غير هذا راه فيه البركه شحال كتبيعو؟ 154 هاد الخرفانه شحال هادو؟ 140 هذه خروفة كي داير السوق هاد النهار؟ شوية وصافي يعني باقي الغلا الغلا ولا؟ الغلا مشهور ها شوفي هذا شوف شوفي شوفي هذا كي جاك هذا زوين هذا لا ولك زعما مين يجي يشوفو 140 مزيان 140 هادو خرفان؟ شحال هادو ثمنهم؟ 120 الصغار 120 هادو 120 فين عبد الرزاق فين مشات؟ دورنا بعدا شحال هاد البركة الشريف؟ 210 السوق راه يبان لي مزيان هاد النهار شحال هاد البركة ميتين وخمسة آلاف ما شاء الله 205000 تبارك الله يبان لي السوق شوية هاد النهار طايح بزاف طايح ياك تبارك الله لان هذاك كنا كنشوفو حتى 300 دابا راه الناس تشراو 350 بحال هكا واه شحال هاد البركة هادي تاع هو مولا الله مازال عاد الثمن مازال ما عطاولو والو تا هادو ديالك يعني مازال وانت شحال تقول الثمن شحال راك واه حنا المشتري يقول باش نشري هذا نشري ب 380 هذا نشري ب 410 واه شوف السوق يا اخويا هذا على الله هذا 350 150 هذا على الله كلنا على الله كلنا على الله ها
هل هذا 225 ديالو لابوز نيسان طرشي دوك جيرو اه 350 راس العادية البرقل شحال سواه؟ عطينا 240 ودي اللي بغيت يلا ايوا شادي نقول وراه غير سنينات الحليب ها انت الحال 20 دقيقة ديال الكوكول والله ما تفوت 20 دقيقة ما تعطيش حتى 20 قول ساعة خليه ودفع دقيقة ديال الكوكول 10 دقائق قال لي كاين غير هذا كاين واحد اخر هذا التحوير كاين جوج اي ولاد سولا حولينا صاحبي ذا خير روح يا صاحبي ذا مش اساسك كذا ديال ولاد تهوى ديال سواد هادو اللي راهم يمشيو ديال ولاد مال الفاصي تاعو يغبط شوف هذا تستاهل شحال كنت قلت لي اخويا هادو 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 هذا 175 داك 210 جملة 230 بالتفرع راه سنين الحليب شحال هاد البركة 82 بنت خالتي 280 فاهم يعني كلشي؟ لا لا هذا ديالك هذا ديالك كلشي يعني السوق كي راه داير السوق ما نعرف حنا نقولوا رخيص انتم تقولوا غالي والله الا حنا نقولوا رخيص انتما تقولوا غالي انتما تقولوا غالي صحه صحه من عندك هذه الكرفات اللي بعث لها العيو فيا باش غير واحد باش غير شحال هاد البركه اخويا شحال طالب 390 380 سالي طالبها ولا هما عطاوها لك؟ 380 انت طالب شحال؟ 450 في اخره بعد راه مازال ما مهرس اودي لا صادق بعد لا ما تقلعلوش اه ودي خص غادي لا لا صادق اي زغ طفي وطف هو هاشو ها ثلاثة ها راهي عندي واللي بقى راه يولي لك ها راهي لهنا شحال ايوا كل تاع شي اخرين بالعاطه ولا حتى كاش ايوا بقى ايوا صافي هذا هو ياك يلا عطيني بويتا أما المشاهدين الكرام هذا الخروف نتاع 125 ألف 125 ألف 1250 درهم يعني الحمد لله يعني كل شيء هادي عيد اللي ما عندوش واللي ما اللي عنده هذا الخروف نتاع خالتي ها انتم كتشوفوا تبارك الله يعني ثمن مناسب 125 ألف أنا صورت عن حولي صوري انت انا لا بغيتي نورمال شكرا الله يسخر عيد مبارك سعيد الله يسخر يلا سير الله يسخر مشاهدينا الكرام هنا غادي نكمل الفيديو ديالي عيدكم مبارك سعيد واللي شرا شي حولي يقضي بالصحه ولهنا وعواشر مبروكه
كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.